شهر رمضان هون الله الكل يعني فيش زينة رمضان. يعني احنا كيف بدنا ناكل وهل لازم تاكلش؟ كيف احنا إنا نفس نقعد على صفرة الفطور وأهل غزة ما فيش عندها أكل؟ يعني أنو رمضان؟ هذا مش رمضان، هذا بيت عزر يا كبار، بيت عزر، رمضان عزر. الوضع عم بحزن، احنا مش عارفين حتى نقضي يومنا، مش عارفين كيف نشتغل على حالنا أكتر، مربطين من جميعه يعني، حتى فكر كأنه احنا نفكر بمستقبلنا لقدام شو رح نعمل على الفاضي. للأسف الشديد طبعاً لا في زينة ولا في رمضان. بأنه هناك أمور بدأت تتضح للمسلمين في هذا الشهر الفضيل، من ناحية فتح أبواب المسجد لجميع الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك دون تحديد أعمار حسب ما سمعنا وحسب ما علمنا من قرارات. ما في رمضان طبعاً بدون قطايف. القطايف عندنا يعني مشهور بشهر رمضان، كل بيت إلا يجيب القطايف طبعاً، هذا من عاداتنا وتقاليدنا يعني القطايف.